فاكرين اكيد في فيلم في 2016 كان اسمه برين اون فاير الفيلم ده وقتها كان عامل ضجه كبيره قوي كان عن بنت صحفيه امريكيه كانت عايشه حياه مستقره جدا وهاديه وبتروح شغلها وعايشه مع عائلتها وكله حلو مره واحده بدات تظهر لها اعراض غريبه وبدا يجي لها هلاوس وبدات تصوت وبدات يعني تحصل لها اعراض غريبه قوي هي ما كانتش عارفه توصفها لحد وكانت فاكره ان هي اتجننت فبدات يودوها لدكاتره نفسيين ويودوها يعني يعرضوها على كل الاطباء كانوا بيقولوا ان ده عندها مرض نفسي يعني اكيد هي عندها مشكله نفسيه والموضوع ده اكيد مش لان الطب ما ملق يعني ما لقوش علاج لي ليها أحبه. او ما عرفوش يشخصوا حالتها فقال لك خلاص هي يعني اشهر دكاتره في في امريكا ساعتها قالوا كده أه الحقيقه انه في دكتور واحد سوري آه الدكتور ده اسمه سهيل النجار ده الدكتور الوحيد اللي قدر يا جماعه يشخص حالتها وينقذها من المرض آه هو طلب منها طلب غريب قوي قال لها ممكن ترسمي لي ساعه فهي افتكرته يعني بيهزر ساعات ايه في الوضع اللي انا فيه ده فالحقيقه ان هو كان قصده حاجه معينه بالرسمه دي آه وعرف ان فعلا في, في خلل في الدماغ او في الفص مش عارفه الايمن او الايسر آه وبدا فعلا يحل الموضوع وانقذ حياتها ببساطه جدا وطبعا هي ممتنه ليه وبداوا يطلعوا بعدها في لقاءات والموضوع كبر وحولوا الفيلم آه حولوا القصه الحقيقيه دي لفيلم في هوليوود والفيلم بقى انتشر ولما عرفوا ان الفيلم قصه حقيقيه طبعا عمل ضجه اكبر و انت اتفرجت على الفيلم يا مصطفى انا ما اتفرجتش عليه بس انا الستوري حاسس ان انا شفتها في افلام تانية قبل كده او الستوريز اللي, اللي زي دي انا سمعت عنها قبل كده بس انا بالنسبه لي انت بصي هو عالج المرض لو نيجي بقى القصه حقيقية هو عالج المرض بطريقه يمكن الناس ما فكرتش فيها قبل كده، بتقولي هي اتعرضت على ناس كتير، ناس كتير ما كانوش عارفين يشخصوا الحاله بتاعتها، بس هو جابها من حته بسيطه جدا، قال لها خدي ارسمي لي ساعه. فانا بحس ان انت ممكن اصعب حاجه ممكن في نفس الحاجات حاجات, حاجات بسيطه جدا، مم. او يمكن عشان احنا شايفين الموضوع صعب مش بنفكر فيه ان هو ممكن يكون بسيط قوي في حله. وده شيء على فكره ده علميا موجود وده حاجه صح ان انت حاجه الصعبة جدا ان انت بتفكري فيها ممكن يبقى حلها في حاجه بسيطه جدا او حاجه بالنسبه لك تافهه او غريبه او أنتي مش متوقعة خالص فهو يمكن لعب على الحته دي هو بغير يعني ان هو شاطر هو لعب على حته ان انا دلوقتي انا عايز اعرف هي بتعمل كده ليه فاكيد اكيد في حاجه في المخ ففكر ان انا طب انا ممكن اشوف انا عايز اعرف بقى هو مخها ده المشكله فين بالظبط فمن خلال موضوع ان هي ترسم الساعه اكتشف بقى كل الستوري انا فاكره في الفيلم ده ان هي حياتها باظت حتى اهلها ما كانوش مصدقينها خلاص في وقت ما فهي انعزلت يعني أوه. أوه إن عزلت. اه انعزلت خلاص يعني هو موقف لو حصل لاي حد هيفتكره اكيد و... طبعاً اكيد اللي حواليه ممكن ما يصدقوش قوي بس احنا خلينا فخورين ان الدكتور ده ايه؟ عربي عربي سوري واخد شهادته من جامعه دمشق وقرر بعدها ان هو يسافر امريكا عشان يستكمل دراساته وابحاثه في مجال الامراض العصبيه ومع الوقت بقى من اهم الاطباء في المجال ده في نيويورك آه، انت ما شفتش الفيلم متاكد اصل في 2016 كان فعلا عامل ضجه جامده جدا انا, أنا مجرد, مجرد ما نزلت البوست ده فيه. احنا نزلناه من يومين مثلا عايزه اقول لك ناس كتير قوي ردت وقالوا ايوه اللي هو احنا شفناه إيه بس ما كناش نعرف ان هي قصه حقيقيه اه وفرحوا قوي لان الفيلم عامل زي النوستالجيا كده ليهم فاهم هو بصراحه الاستوري اصلا لوحدها تخليكي متحمسه انك تتفرجي على الفيلم بس انا انا للاسف ما شفتوش انا ممكن اكون سمعت الستوري بس الفيلم للاسف ما اتفرجتش عليه بس هو يعني بحس ان الموضوع فعلا انترستنج ان انت في حاجات غريبه بتحصل حوالينا وامراض او حاجات معينه بتبقى خاصه باشخاص ويبقى فعلا مش لاقي لها علاج ولكن بيبقى الحل في حاجه بره زي ما لي اوت اوف ذا بوكس ممكن حاجه بسيطه جدا احنا مش مفكرين فيها او مش واخدين بالنا منها فانا شايف إنه حل الموضوع وحل المشكله اللي كل الاطباء فشلوا فيها فدي بالنسبة لي حاجة يعني كويسة وكبيرة جدا ونتمنى ان احنا نتعلم بقى من حاجات زي دي في شغلنا او في اي مجال تاني مش لازم يكون مجال الطب يعني انت ممكن يكون مشكلة كبيرة بتواجهنا بس ممكن يكون حلها في حاجة بسيطة حوالينا احنا مش واخدين بالنا منها. عامة يا جماعة لو شفتوا الفيلم بتاع برين اون فاير قولوا لنا لو كنتوا تعرفوا ان هو قصة حقيقية ولا لا ولو ما اتفرجتوش بنرشحه لكم تتفرجوا عليه في الويك <applause> اند